نبدأ بأبي غسان والذي يسأل عن صحة حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. نعم، الحديث بهذه الرواية عند أكثر العلماء صحيح، وإن كان هذا الحديث أضيفت إليه زيادات وورد بعدة ألفاظ مختلفة، لكن تلك الروايات التي فيها الزيادات أو فيها ألفاظ مختلفة عن هذا الحديث كلها بين ضعيف وموضوع. أما هذه الرواية من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فإنها عند أكثر علماء الحديث مقبولة صحيحة. وفي معناها أن فضل قراءة سورة آية الكرسي بعد كل صلاة هو كما بين هذا الحديث النبوي الشريف، ولكن كما دلت عليه آيات من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصود ما اجتنبت الكبائر، فقد ورد في السنة النبوية أن الصلاة إلى الصلاة، أن رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فمن باب أولى أن يكون ما يتعلق بفضائل الأعمال، لأن تلك الأعمال هي من الفرائض، فإذا كان قد قيد فضلها باجتناب الكبائر فمن باب أولى أن يكون تقييد حيازة هذا الفضل بالمداومة على قراءة آية الكرسي مشروطا باجتناب الكبائر. وهذا يعني أنها قراءة تدبر وانتفاع واتعاظ وتذكر لله تبارك وتعالى فيما تشتمل عليه هذه الآية الجليلة من معاني وأسرار وحكم وأحكام، وأن يتبع ذلك بالعمل الصالح والتوحيد الخالص والإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يجتنب ما يسخط ربه جل وعلا، فيحوز بذلك هذا الفضل، والله تعالى أعلم.